وأجرى حواراً مفتوحاً مع عدد من الإعلاميين، تناول خلاله جميع المستجدات على جميع الساحات الدولية والإقليمية والداخلية. سيادة الرئيس، الحقيقة مصر في تاريخها المعاصر والقديم لم تواجه تحديات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية كما تواجه الآن. آخر مشكلة هي مشكلة أرض الصومال، وسيادتك اتكلمت كلام واضح بهذا الأمر، لأن هذا يمس أمننا القومي وأمننا المصري وأمن دولة عربية هي عضو في الجامعة العربية. في نفس الوقت ما زالت الأزمة السودانية تراوح مكانها والصراع مستمر. الليبيين رغم سيادتك وجهت أكثر من اتجاه، ما زال حتى الآن الفرقة موجودة. حيثك اتكلمت في القمة العربية الإسلامية وحذرت من توسعة الحرب، لأن ذلك سيغير المعادلة نهائيا في المنطقة. أين نحن الآن؟ شكرا جزيلا. توسيع الحرب احنا بنبذل جهد كبير جدا جدا جدا، لان احنا انا بطبيعة الحال مش من مصلحة المنطقة بتاعتنا انها تدخل ابدا في اقتتال في اي حتة، ليبيا كان، السودان، اي حتة تانية. وديكوا شفتوا النتائج بتاعتها بتبقى عاملة ازاي علينا كلنا. فاحنا بطبيعة الحال حريصين على ان احنا نكون عامل يعمل دايما على اطفاء الحرائق وليس اشعلها. فتوسيع الحرب احنا بنسعى دائما على ان هي ما يتمش. الشكل النتائج بتاعت الاربع شهور انهكت الجميع، انهكت قسي على الجميع، وبنبعت رسائل للجميع ان مهم او ان احنا الامور ما تخرجش عن السيطره اكتر من كده. في السودان بنبذل جهدنا وفي ليبيا بنبذل جهدنا، ومع الصومال احنا قلنا ايه؟ هفكركم انا قلت يا جماعه احنا مع اي عمل دبلوماسي واتفاق بين اثيوبيا وما بين الدول الجوار اللي هم الصومال واريتريا وجيبوتي وكينيا. كل الدول دي ليها موانئ سواء كان على المحيط او على البحر الاحمر، وبالتالي وهي بتصدر وبتستورد عن طريق جيبوتي وتقدر عن طريق كينيا وممكن عن طريق الصومال وممكن عن طريق اريتريا. فخشوا في اتفاقات من دي، وهم الصين اللي فات دول شغالين ازاي؟ ما هو شغالين كده.